الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نمسك الفيتشرز اللي اتكلمنا عنها. اول فيتشر هنتكلم عليه اللي هو الاثنيكيشن، هناخد المولتي لينك، فراجمنتيشن، كومبريشن. دي الفيتشرز اللي هناخدها مع بعض كده اوفر فيو على السريع. يا ريت ما تضيعوش زي ما قلت لكم وقت طويل قوي في الجزء ده، لان لو جه في الدولي لو جه في اللاب مش هيجي لكم اكتر من حاجه بسيطه يعني. تمام، ندخل بقى على فيتشر فيتشر. اول حاجه اثنيكيشن. اثنيكيشن يعني ايه؟ قلنا التحقق. انا هفترض تاني ان ار واحد ده الراوتر بتاع الكاستمر، وطبعا ار اتنين اتفقنا ان هو البيريس سيرفر. تمام، انا دلوقتي مش منطقي ان اي كاستمر يكونكت على البيريس سيرفر اطلعه انترنت او اطلعه على فرع الشركه بتاعتي واتفر يعني. تمام، فانا عايزه طبقه من الاثنيكيشن. اول نوع من انواع الاثنيكيشن اللي هو مين؟ البيب. في البدايه خالص لازم اجي عند ار 2. ده بقى خلاص دلوقتي هاجي عند ار 2 اجهز الداتابيز اللي اتكلمنا عنها، اليوزر نيمز والباسورد. فاقول له يوزر نيم مسافه زي مثلا عبير، باسورد 123. وانزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 1 واقول له بوينت تو بوينت انا عايزه اعمل اوثنتيكيشن. نوع لو استخدمت الهيلب هلاقي في عندي بيب، هلاقي في عندي تشيب، هلاقي مايكروسوفت عندها بروتوكول خاص بيها اسمه مايكروسوفت تشيب ضعيف، في عندها الاجدد دلوقتي وده الديفولت على سيرفرات مايكروسوفت اسمه مايكروسوفت تشيب فيرجن 2 اقوى بكتير، في الاكستنسبل اوثنتيكيشن بروتوكول ده يعني عاده بنستخدمه مثلا مع الشبكات اللي هي الواي فاي. تمام، اللي احنا هنستخدمه دلوقتي ان هو بروتوكول مين؟ البيب. طبعا المفروض لو استنيت شويه كده حاله الانترفيس عندي بقت ايه؟ داون او للدقه اب داون. شوف اي بي انترفيس بريف اب داون، ولو قلت له وريني معلومات عن شو انترفيس اس 1 اوفر 0 قال لي حالته دلوقتي ال سي بي ريكويست سنت. وبالمناسبه ده اللي كنت قلت لكم عليه، لو انا قلت له دلوقتي ديبوك اي بي سوري بوينت تو بوينت نيجوشيشن انتر مش هيسكت، هيفضل الاوت بوت باستمرار قدامي عمال يحاول عمال يحاول يبعت ماجيك نمبر ويستنى، يحاول يبعت ماجيك نمبر ويستنى. تمام، فعشان كده قلت لكم بي فيري كيرفول وانتم مشغلين النيجوشيشن بتاع البروتوكول البوينت تو بوينت، لانه بروتوكول مش بييأس. فعشان كده انا هوقف بقى ديباجنج دلوقتي في المرحله دي، خصوصا كمان ان انا عامله شبكه بسيطه. حتى لما وقفت الديباج قعد فتره اساسا على لما يديتكت ان انا وقفت له الديباج. تخيلوا بقى لو انتوا في البرودكشن اساسا وفي ترافيك فعلا بيعدي عن طريق الراوتر ولود على الراوتر، وانتوا كمان شغلتوا امر ديباج نيجوشيشن بالمنظر ده، انتوا ممكن يتعمل لكم اوفر هيلم الراوتر. اوفر هيلم يعني ايه؟ يعني حتى البرومبت ده ساعتها مش هيظهر قدامي، اجي اضغط كنترول سي مش عايز يقف الديباج يعني، كنترول شيفت 6 مش عارفه اعمل اي حاجه خالص، مش عارفه حتى اكتب اوامر زي انتي باج اول. ساعتها مفيش قدامي غير حلين. الحل الاولاني ان انا اعمل ريلود للراوتر، وطبعا انا لو ما كنتش سيفت الكونفيجريشن دي هتبقى مشكله كبيره. الحل الثاني ان انا اكونكت على الراوتر من بعيد واعمل انتي باج اول عن طريق التلنت، ولو ما كنتش مشغله ساعتها اساسا التلنت برضو هتبقى مشكله. تمام، المهم الحمد لله خلصنا كده الديباجنج. انا لغايه دلوقتي معرفش ايه المشكله لما جيت اشغل الديباجنج ماجيك نمبر سكنشن تشيب ريسيف، هنا مش ظاهر لي اي حاجه خالص تدل عندي المشكله في ايه. في الديباجنج اللي انا شغلته مش ظاهر قدامي اي حاجه نهائي تظهر لي المشكله في ايه. لو انا عايز اعرف مشاكل الاوثنتيكيشن بقى عندي ديباج بوينت تو بوينت اوثنتيكيشن انتر. برضو هنا مش باين ان انا ببعت حاجة. هنزل بقى تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 واقول له بروتوكول البوينت تو بوينت
point authentication deb هو الامر كان ايه انا نسيته. بسم الله الرحمن الرحيم. point to point deb على طول point to point deb مش authentication. تمام. مطلوب مني دلوقتي لو استخدمت الهيلب ثواني اوقف الديباج بس عشان ايه يسر الامر. بوينت تو بوينت باب على طول مش اوثنتيكيشن. لو استخدمت الهيلب طالب مني حاجتين، ان ابعت اليوزر نيم سنت يوزر نيم اللي هو عبير، والباسورد بتاعي 123. بي فيري كيرفول لاني لو قلت له مسافه علامه استفهام علشان اشوف لو في عندي اي اوبشنز ثانيه. لو ضغطت دلوقتي انتر مفيش حاجه هتشتغل لانك اخدت علامه استفهام هنا، وانا الباسورد هناك كانت 123 بس، فاتاكد لي ان انت شلت علامه المسافه. انا اسف، المسافه دايما بعد الباسورد بيعتبرها كاركتر. انتر رجع تاني كل حاجه قامت. تمام. ولو قلت له هنا ديبوج بوينت تو بوينت هفلاب بس الانترفيس عشان يبدا ينجوشيت تاني من اول وجديد. قال لي هنا ان هو يوزنج فين، ان هو بعت اليوزر نيم بتاعي اللي هو عبير. تمام. يوزنج باسورد فروم انترفيس بيب، وحاله الانترفيس بتاعتي قامت دلوقتي. الاوت بوت بتاع اساسا ديباج اي بي نيجوشيشن مش هيصير لي اي حاجه نهائي. تمام. طيب ده بالنسبه لنوع الاوثنتيكيشن الاولاني اللي هو البيب. تعال نشوف الطريقه الثانيه للاوثنتيكيشن اللي هي التشيب. فهلغي كل حاجه، نشغل النوع التاني اللي هو التشيب. نفس الطريقة اللي انا استخدمتها دلوقتي نسخة طبق الاصل، اختلافات بسيطة جدا. ده بفرض تاني ان انا عندي السيناريو اللي انا بطبقه ان الراوتر بتاع الكاستمر عايز يدخل على البيرا سيرفر بتاع السيرفيس بروفايدر. هاجي على السيرفيس بروفايدر واقول له بوينت تو بوينت عايز اشغل الاوثنتيكيشن اللي هو نوعه تشيب. تمام. اكزيت يوزر نيم عبير. هنا بقى ماشي اوكي، تعالوا نقول له سيكرت بدل باسورد 123. تمام. على اساس ان سيكرت بتشفر لي الباسوردات بنوع تشفير قوي اسمه MD5، بس ايه بتشفرها في الشو رانينج كونفيج، ماليش دعوه بالترافيك اللي اوفر النتورك. يعني انا دلوقتي لو كنت مقومه الاوثنتيكيشن بتاعي نوع باب، كده كده الباب الترافيك بيمشي فيه كلير تكست، حتى لو كنت استخدمت هنا على R2 يوزر نيم عبير سيكرت 123 هيبقى متشفر في الشو رانينج، لكن مش هيبقى متشفر اوفر ذا نتورك. تمام. لو جيت دلوقتي عند R1 قبل ما ابدا ان انا اكتب بقى اليوزر نيم والباسورد هعمل ديباج كده. ديباج بوينت تو بوينت نيجوشيشن. طبعا المفروض دلوقتي ان الدنيا واقعه. تمام. هو لسه ما حسش ان الدنيا واقعه، فمحتاجه بس ان انا لان النيجوشيشن اوريدي خلص، فمحتاجه بس ان انا افلاب الانترفيس. تمام. وبعد كده نفلابه كده بسرعه. نوشن داون وتعالوا بقى نقوم الاوثنتيكيشن بتاع التشيب. تمام. عارفه انا محتوها ولا لا، بس كان عمال يحاول الاوثنتيكيت تعبير مش عارف. تمام. هاجي هنا تحت الانترفيس واقول له بوينت تو بوينت تشيب. لو استخدمت الهيل هلاقيه طالب مني حاجتين كده، مش هينفع اوقفه الاول نخلص كونفيجريشن وبعدين ابقى اوريها لكم بالفلاب للانترفيس، عشان كده مش هتشوفوه خالص. هقول له هنا بوينت تو بوينت انا عايز اشغل الاوثنتيكيشن بتاع التشيب. هنا طالب مني حاجتين، اليوزر نيم اللي هو الهوست نيم اللي هو عبير. في الطريقه بتاعه الباب لما كنت بستخدم هيلب انا كنت بكتب اليوزر نيم والباسورد في سطر واحد،
انما هنا هكتب اساسا اليوزر نيم في سطر وهكتب الباسورد في سطر تاني خالص. تمام، نستنى كده ان يحصل نيجوشيشن ديباج بوينت تو بوينت نيجوشيشن. واضح ان مفيش اي حاجه خالص والانترفيس مش بيقوم، الانترفيس ستيل داون والديباجنج بتاع النيجوشيشن مش جايب لي ايه المشكله عندي خالص. قال لي ان الستيتس اوبن، الستيتس اوبن المفروض كده الدنيا شغاله. يوزنج هوست نيم يوزنج باسورد، طب هي كده الستيتس اوبن، ايه المشكله عندي؟ طب نجرب تاني دو ديباج بس المره دي بوينت تو بوينت اوثنتيكيشن. ده قايل لي الاوثنتيكيشن فيلد، قال لي انه بيحاول انه يبعت اليوزر نيم عبير بس الاوثنتيكيشن فيلد. ايه الغلطه اللي انا وقعت فيها؟ انا متاكده ان انا ما عملتش اي غلطه خالص في اليوزر نيم والباسورد. شو رانينج على الانترفيس اس 1 اوفر 0 لقيت ان انا ببعت يوزر نيم عبير وباسورد 123. شو معلومات عن الانترفيس اس 1 اوفر 0 قايل لي دلوقتي ان حاله الانترفيس بتاعي شغاله بروتوكول بوينت تو بوينت ال سي بي ستوبنج. في مشكله، ايه هي المشكله اللي انا واقع فيها؟ ان انا حبيت ان انا احط لير زياده من السكيورتي واستخدمت اوبشن سيكريت بدل باسورد. لو انا دلوقتي كنت شغاله نوع الاوثنتيكيشن بتاعي نوع باب ما كانش هيحصل عندي مشكله، لكن في الليتشاب ما ينفعش ان انا استخدم سيكريت. لو انا استخدمت سيكريت بالظبط، لو انا استخدمت سيكريت دلوقتي اساسا المفروض ان الراوتر بيحتاج انه يشوف الباسورد 123 في الكونفيجريشن بتاعته، ار 2 محتاج يشوف الباسورد 123 في الكونفيجريشن بتاعته. انا دلوقتي شفرت الباسورد وهو مش قادر ان هو يديتكتها، مش قادر يشوفها، فدي المشكله اللي انا واقع فيها. تمام، فهاجي عند ار 1 ديباج تاني كده للنيجوشيشن الاوثنتيكيشن. تمام، واجي اصلح الغلطه اللي انا وقعت فيها. يوزر نيم عبير باسورد المره دي 123 مش سيكريت. المفروض دلوقتي هيحصل ان حاله الانترفيس هتقوم اب. تمام، وفعلا قال لي هنا يوزنج باسورد فروم انترفيس والباسورد بتاعي او اليوزر نيم اللي هو بعته لي ار 2 عبير وحاله الانترفيس عندي قامت وبطل خلاص يظهر لي لوجز لان النيجوشيشن اوريدي حصل. تمام، هنت بس في الاوثنتيكيشن عشان يبقى خلصناه خالص. انا دلوقتي استخدمت الاوثنتيكيشن اللي موجود على اللوكال داتابيز، يعني انا كريت يوزر نيمز وباسوردز على اللوكال داتابيز، لكن كان ممكن ان انا اوثنتيكيت اجينست ريديوس سيرفر او تاكاكس سيرفر بدل اللوكال داتابيز. اوثنتيكيت ازاي اجينست مثلا لوكال سيرفر؟ اول حاجه طبعا هقول له تريبل اي نيو موديل عشان افعل التريبل اي، وبعد كده هقول له هنا اي 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 ان انا عايزه اشغل الاوثنتيكيشن. احنا في الناس اللي كانت تبعت كورس سي سي اي سكيورتي احنا كنا شغلناه في الكورس على الانيبل وعلى اللوجن، انا دلوقتي هشغله على مين؟ بروتوكول البوينت تو بوينت. تمام، ديفولت الجروب اللي انا هشتغل بيه، ممكن بقى احدد ان كنت هشتغل اجينست ريديو سيرفر اجينست تكاكس سيرفر، ممكن اشغل اكتر من واحد جروب بعد كده ريديوس، بحيث دلوقتي التكاكس بتاعي سيرفر لو واقع يبدا يوثنتيكيت اجينست تكاكس، لو التكاكس سوري يوثنتيكيت اجينست تكاكس، ولو التكاكس واقع يوثنتيكيت اجينست ريديو سيرفر. تمام، في اي مشكله كده في الاوثنتيكيشن هوقف برضه اخد الاسئله قبل ما ندخل في الفيتشر اللي بعديه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي عملناه واحنا موقفين الفيديو قفلنا قفلنا التو راوترز بدل ما امسح الكونفيجريشن بايدي، عملت لهم شوت داون وبعد كده سوري عملت لهم وقفتهم خالص يعني. تمام، وبعد كده شغلتهم تاني بدل ما امسح كل الكونفيجريشن عشان هنبدا في توبيك تاني خالص اللي هو المولتي لينك. ايه حوار بقى المولتي لينك؟ زي ما اتفقنا ان انا عندي تو راوترز ار 1 ار 2 متوصلين ببعض بتو سيريال انترفيسز بدل سيريال انترفيس واحد بس. تمام، ار 1 ار 2 اس 1 اوفر 0 متوصل هنا باس 1 اوفر 1، الناحيه الثانيه
S1 over 1 وتوصل هنا S1 over 0 تمام. انا مش هحط على الانترفيسز اللي فوق اي بي والانترفيسز اللي تحت اي بي، لا انا هكرييت دلوقتي انترفيس وهمي، والانترفيس الوهمي ده هسميه مولتي لينك، وكل تعاملي بعد كده هيبقى على الانترفيس اللي اسمه مولتي لينك. اي بي هات على المولتي لينك، نيجوشيشن على اقصد يعني اوثنتيكيشن على المولتي لينك، كونفيجريشن خاصه بالستاتيك كونفيجريشن بوات ايفر، كل ده ايه بالمولتي لينك، نيتنج اكسس ليست ستاتيك راوتنج وات ايفر على المولتي لينك انترفيس. تمام، نقوم بقى الكلام ده كده، يعني كل اللي مطلوب مني دلوقتي كده على ار واحد اني هنزل تحت الانترفيس زيرو، مش هديله اي بي بس لازم اقول له ان النيجوشيشن بتاعي النيجوشيشن بتاعي نو بوينت تو بوينت عشان اصلا اقدر ان انا اضيفه جوه المولتي لينك. تمام، ونو شت داون، والانترفيس الثاني اس 1 اوفر 1 هقول له برده ان الانكابسوليشن اللي انا هشتغل بيه بوينت تو بوينت، وبعد كده اقول له ايه نو شت داون. تمام، الخطوه اللي مطلوبه مني دلوقتي ان انا هكريت زي ما اتفقنا انترفيس وهمي اسمه مولتي لينك. هشوف من حقي ان انا اكريت كام انترفيس وهمي، الرقم المهول ده 2 مليار وشويه 2 اس 32، فزي مثلا اكريت انترفيس وهمي مولتي لينك واحد، وبالمناسبه الرقم ده لوكالي سيجنيفيكانت، يعني لو انا جيت على ار واحد خليته بواحد وعلى ار 2 خليت قيمته 2 مش هيفرق معايا في اي حاجه. تمام، اول حاجه هقول له ان انا هشغل بروتوكول البوينت تو بوينت، هشغل الفيتشر بتاع المولتي لينك واديله رقم، الرقم ده نفس رقم الجروب اللي انا كريته، نفس رقم الانترفيس اللي انا كريته، لو حاولت ان انا ادي اساسا اي رقم تاني هيدي ايرور، لازم نفس رقم بوينت تو بوينت مولتي لينك جروب، سوري لازم الاول احدد اوبشن جروب، جروب بص لو استخدمت 2 قال لي لا لازم استخدم كام، نفس الرقم اللي انا كنت استخدمته اساسا وانا بكرييت اللينك. تمام، بالمناسبه انا دلوقتي من شويه كنت ضغطت بوينت تو بوينت مولتي لينك وضغطت انتر صح، مش شرط مش محتاجه، لو انا قلت له بوينت تو بوينت مولتي لينك جروب واحد انتر هو لوحده بيفعل الفيتشر بتاع بوينت تو بوينت مولتي لينك، ونفس الكلام على ار 2 هعمل نفس الكلام. مش عرفني دلوقتي ان التو انترفيسز الفيزيكال اللي هو اس 1 اوفر 0 واس 1 اوفر 1 مشاركين في الجروب ده، هنزل تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 واقول له بوينت تو بوينت مولتي لينك جروب نفس رقم الجروب، واس 1 اوفر 1 نفس رقم الجروب. انا كده خلصت كونفيجريشن، يبقى تاني تحت الانترفيسز الحقيقيه تحت الانترفيس الحقيقيه شغلت بس بروتوكول البوينت تو بوينت، عملت له فعلته الانكابسوليشن بوينت تو بوينت، وقلت له بوينت تو بوينت مولتي لينك جروب واحد، هو لوحده فعل الامر ده. تمام، وتحت الانترفيس مولتي لينك واحد كتبت ايه الامر بتاع مولتي لينك جروب واحد وبس، هو كده كده عارف ان الانكابسوليشن بتاعه اساسا بوينت تو بوينت، ناقص بس ان انا احط له هنا اي بي ادرس يكون اوفر 30. تمام، مش محتاجه اقول له نو شت داون لان ده انترفيس وهمي. تمام، شو اي بي فيس بريف، لقيت في عندي هنا انترفيس مولتي لينك حاطه داون. تمام، اروح عند ار 2 واعمل نفس الكلام، تحت الانترفيس اس 1 اوفر 0 انكابسوليشن بوينت تو بوينت شوت داون، وتحت الانترفيس اس 1 اوفر 1 انكابسوليشن بوينت تو بوينت واقول له برده نو شوت داون، وبعد كده اكريت انترفيس مولتي لينك واديله اي رقم. تمام، تحت الانترفيس الوهمي اديله اي بي. تمام، واقول له كمان بوينت تو بوينت مولتي لينك الجروب اللي انا هشتغل بيه رقم 2، ونفس الامر ده هكتب اخوه على انترفيس اس 1 اوفر 0 وانترفيس اس 1 اوفر 1. انا كده خلصت الكونفيجريشن، لو قلت له شو اي بي انترفيس بري
عملت الانترفيس المولتي لينك عندي 10.0.0.2 حالته اب وار واحد برضو، فهتست لوج اهو ان حالة الانترفيس اللي عندي اب اب. تمام، لو جيت ابنك 10.0.0.2 في كونكتيفيتي، ونفس اللي انا شرحته قبل كده نسخه طبق الاصل. يعني اقدر دلوقتي ان انا اجي على ار 2 واحط له اي بي في نتورك اي دي تانية خالص. بس صحيح في حاجه نسيت اقولها، كويس ان انا افتكرت دلوقتي. لو انت دلوقتي جيت على ار 2 حطيت له اي بي مختلف في نتورك تانية خالص، بي فيري كيرفول ان ساعتها الراوتنج بروتوكولز مش هينفع ان هي تشتغل الا باكسترا كونفيجريشن، لان احنا عارفين مثلا الاي اي جي ار بي الاو اس بي اف البروتوكولز دي، عشان التو راوترز يقدروا ان هم يتعاملوا مع بعض ويبقوا نيبرز لازم يكون ليهم نفس النتورك اي دي ولازم السبنت ماسك، نفس النتورك اي دي ولازم نفس السبنت ماسك. فلو انا جيت على ار 1 خليته عشرات 1 وار 2 خليته 1 2 3 4 هيشتغلوا مع بعض دايركت كونكتد، مفيش مشكله طالما انا مشغله البوينت تو بوينت. لكن لو جيت اشغل اي راوتنج بروتوكول بي فيري كيرفول في الحته دي، لان اغلب الراوتنج بروتوكولز مش هتعمل لها سبورت. تمام، محتاجة دلوقتي اقوم اوثنتيكيشن على سبيل المثال. تعالوا مثلا دلوقتي نقوم اوثنتيكيشن. تمام، انا قومت اوثنتيكيشن مرة بالباب وقومت اوثنتيكيشن مرة بالتشيب. في نوع تالت على فكرة من الاوثنتيكيشن برضو بيتم عن طريق التشيب، بدل ما اشرحه في السيناريو اللي فات قلت نأجله هنا كده كده ايه نشرحه مع ده. علشان اشغل الاوثنتيكيشن بتاع التشيب في عندي طريقتين. الطريقة اللي احنا اخدناها اللي قلت لكم فيها ان ار 1 هتعامل معاه كأن هو الكاستمر وار 2 هتعامل معاه ان هو السيرفيس بروفايدر. تمام، الطريقه الثانيه ان انا ممكن اتعامل مع ار 1 وار 2 ان دول تو راوترز اساسا لنفس الشركه، ساعتها الاثنين محتاجين ان هم يؤثنيكيتوا بعض، مش جاست بس ان السيرفيس بروفايدر محتاج يؤثنيكيت الكاستمر، لا ده الطرفين التو راوترز اصلا محتاجين ان هم يؤثنيكيتوا بعض. طب الاوثنتيكيشن في الحاله دي يتم ازاي؟ هكريت يوزر نيم على ار 1 باسم الراوتر الثاني، لازم الهوست نيم بتاع الراوتر الثاني، والباسورد هديه اني قيمه شيرد زي مثلا سيكريت. ونفس الكلام عند الراوتر اللي هناك هكريت عليه يوزر نيم باسم الراوتر جاره، لازم يكون الهوست نيم ولوكالي كيس سنسيتيف. كيس سنسيتيف يعني ايه؟ يعني ار 1 كابيتال يبقى ار 1 كابيتال، هنا اسم الراوتر ار 1 كابيتال يبقى وانا بكريته عند ار 2 ار 1 كابيتال. واجي على ار 1 اقول له ان انا هشغل الاوثنتيكيشن اللي هو نوع تشيب، واجي على ار 2 اقول له ان انا هشغل الاوثنتيكيشن اللي هو نوع تشيب. تمام، الحاله دي امتى؟ لما يكون الطرفين محتاجين ان هم يؤثنتيكيتوا بعض. الحالتين اللي فاتوا امتى؟ لما يكون الراوتر بتاع السيرفيس بروفايدر هو اللي محتاج اساسا ان هو يؤثنتيكيت الكاستمر. تعالوا نطبق ده هنا، احنا اجلته بس دلوقتي علشان برضو يبقى ايه اخدنا النوع التالت على المولتي لينك. تمام، لما احب ان انا اطبق الاوثنتيكيشن بقى نيم ار 2 باسورد مش سيكريت 1 2 3، وتحت الانترفيس مين بقى؟ المولتي لينك، احنا ادينا له رقم 1. هقول بوينت تو بوينت اوثنتيكيشن، انا عايزه اطبق اوثنتيكيشن نو تشيب، وار 2 هعمل عليه نفس الكلام بالظبط. طبعا الدنيا دلوقتي واقعه، شو اي بي انترفيس بريف، الدنيا عندي دلوقتي اب داون، ده كمان هيقع دلوقتي داون دلوقتي. تمام، وحط المولتي لينك داون داون. تمام، اجي عند ار 2 اول اتاكد ان انا واقفه على المولتي لينك 2، مولتي لينك 2، واقول له ان الاوثنتيكيشن اللي انا هشغله نوع شيب واكزت، اليوزر نيم اسم الراوتر اللي هناك، والباسورد المفروض دلوقتي يطلع لي سيس لوك ان الدنيا عندي بدات ان هي تقوم، وعند ار 1 الدنيا قامت. شو اي بي انترفيس بريف، ارجع تاني ابنك 10.0.0.2، الدنيا تاني رجعت بينج بول. تمام كده انا شغلت المولتي لينك، وقلت لكم قبل كده ان المولتي لينك اساسا ده بيسبورت ايه باي ديفولت، او بيفعل ايه باي ديفولت؟ الفراجمنتيشن، صح كده بيشغل الفراجمنتيشن. طب لو انا حبيت بقى ان انا اوقف الفراجمنتيشن تحت الانترفيس المولتي لينك ذات نفسه واقول بوينت تو بوينت مولتي لينك فراجمنت ديسيبل، ده الامر لو انا حبيت ان انا اعمل ديسيبل
للفرجمنتيشن. تمام. طيب ايه كمان لو انا حبيت ان انا اشغل الكمبريشن؟ لو انا قلت له هنا كومبريس، تمام، انا عندي البريدكتور وعندي الستاك وعندي المايكروسوفت بوينت تو بوينت كومبريشن. لو انا شغلت هنا واحد معين لازم اروح عند الطرف الثاني واشغل نفس نوع الكومبريشن بالظبط. تمام. ده بالنسبه للكومبريشن والفراجمنتيشن والمولتيلينج والاوثنتيكيشن. هوقف بقى الفيديو ده وتستريحوا ربع ساعه كده ونرجع بقى نشغل الفيتشر بتاع البوينت تو بوينت اوفر ايثرنت. تمام.